إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالإنسان إذا عرف هذا التوحيد وأهميته يجب عليه أن يجتهد في نقل الناس من مما وقعوا فيه من الشرك بالله وعبادة غير الله، خاصة وأن هذه الدعوة تركها أكثر الدعاة الذين يتكلمون باسم الدين، بل وقلبوا الأمور وغيروا الحقائق وجعلوا التوحيد ضلالا وإساءة إلى الصالحين، بل وجعلوه شركا بالله، وجعلوا الشرك توحيدا وعبادة لله، بل أوجبوا على الناس الشرك بالله وقالوا لهم إنه لا طريق للإنسان إلى أن يصل إلى الله إلا عن طريق الشرك بالله، بأن يجعل بينه وبين الله أولياء ووسائط تقربه إلى الله عز وجل. ومع قلة الداعي إلى التوحيد ومع انتشار الشبهات، فهذا يجعل المسؤولية عظيمة على من عرف هذا الخير، يدعو الناس بحسب ما يستطيع إلى يعني هذا التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الأصل العلماء قالوا في الإنسان أنه خاسر، وهذا يوافق الآيتين الأخيرتين من سورة الأحزاب: إنه كان ظلوما جهولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والظلم والجهل أصل كل شر وضلال، فإن الجهل يدعو العبد إلى ظلم نفسه والتقصير في حق الرب سبحانه وتعالى، الجهل، والظلم يدعوه إلى العدوان على أخيه الإنسان. ولذلك قال: إن الإنسان لفي خسر، جميع الناس في خسارة، هذا الأصل، إلا من اتصف بالصفات المذكورة في السورة، وهي: إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات، وهذا حق التوحيد، وتواصوا بالحق فدعوا إلى التوحيد وما يستوجبه، وتواصوا بالصبر لأنهم سيجدون الأذى. الدعاء أصله في اللغة أن تستميل غيرك إلى شيء بالصوت والكلام، أصله أن تستميل غيرك إلى شيء بالصوت والكلام، هذا في اللغة. وهو أنك تستميل الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد والخير، وتحذرهم من ما يخالف ذلك. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا يريد أن يبين أعظم الأمور التي يدعى إليها، وهو التوحيد. قال: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والآية من فوائد سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبيلي اختلفت فيها عبارات العلماء تفسيرا لمعناها، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني ذكروا معاني ما في تعارض بين هذه المعاني. والقاعدة عند المفسرين أن الكلمة في القرآن أو السنة إذا احتملت معاني متعددة ولم يكن بينها تعارض حملت عليها جميعا، كقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. تلقى في تفسير العلماء أن الزور كل باطل، أو أنه أعياد المشركين، أو أنه الغناء، أو أنه الغيبة، أو كذا أو كذا، وما في تعارض بين شنو؟ بين هذه التفاسير. كذلك هنا
هذه سبيلي يعني ديني، وقيل دعوتي، وقيل سنتي، وقيل منهاجي وطريقي، وكلها صحيح لأنه لا تعارض بينها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولو لم يكن هناك دليل على شرف الدعوة إلى الله عز وجل إلا هذه الآية لكفى بذلك شرفا أن الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الرب الخالق. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لن تجد من الأقوال قولا أحسن من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ما في، لن تجد. فهي أعظم الوظائف وأشرفها وأحسنها. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في الآية من سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله. ممن دعا إلى الله، دعا الناس إلى الله وعمل صالحا وعمل إلى ما دعا الناس إليه، وقال إنني من المسلمين وأجاب إلى ما دعا الناس إليه، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله. ولذلك قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا كما قال العلماء فيه تحقيق الإخلاص، تحقيق الإخلاص. فلا يدعو الإنسان إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله. وعلامة دعوة الإنسان إلى نفسه أنه يحب الجماهير. إذا أحب أن يكثر الناس ليتعلموا الخير هذا لا بأس به، وإذا كثر الناس وهو يدعو إلى الله هذا غير مذموم. لكن دعوة تكون بتزيد لما الجماهير تزيد، وتقل إذا الجماهير قلت، هذا علامة من علامات أنه لا يدعو إلى الله عز وجل. فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن الناس كثر حوله يجتمعون حوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ذكر النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهب من 3 إلى 9. والنبي من الأنبياء يكون مؤيداً بالمعجزات ومؤيداً بالفصاحة والبلاغة وحسن الأسلوب وحسن الخصال والفعال، ومع ذلك لا يتبعه كثير من الناس. كذلك لأن الداعي إلى الله قد يدعو الناس إلى ما يخالف أهواءه، يدعو الناس إلى ما يخالف الأهواء ويخالف مصالح الناس، فهو يقول بالحق ولو خالف مصالح الناس وأهواء الناس. ودي المبتلي به العلماء والمصلحون والمجددون، أنهم دعوا الناس إلى أمور تخالف أهواءهم ومصالحهم، فالهوى بتاع المجتمع العام، تجي تلقى العالم من العلماء والمصلح من المصلحين يخالف، لكن لما يخلص ويثبت ربنا سبحانه وتعالى يبارك في دعوته ويجعل له الأجر العظيم كما سيأتي بسبب هذه الدعوة. انظر إلى من اهتدى بسبب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومواقفه ودعوته، تلاميذه علماء كابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، ابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء، علماء بس لو ما خرج إلا العلماء دلتاني لا ألف كتاب ولا كتب رسالة ولا ألف له مؤلف في الرد على أهل الباطل ولا جاهد حق الجهاد كما جاء في ترجمته وسيرته، بس ما كان عنده إلا إنه بس خرج العلماء ديل لكفى بذلك. فانظر إلى هذا الخير، مع إنه حياته كلها كان تعبان ويشيع فيه الإشاعات ومشرد ويسجن ويكذب عليه
وتحارب كتبه ومؤلفاته، حتى قال بعض العلماء إن شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية إنما أخذ أغلب الشرح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعباراته من مؤلفاته، لكن ما استطاع أن ينسب الكلام لشيخ الإسلام للحرب العظيمة التي قامت على كتب شيخ الإسلام بعد وفاة شيخ الإسلام، وهو ليس بمتأخر، يعني يمكن يكون بعد وفاة شيخ الإسلام بحوالي 50 إلى 70 سنة، ما بيقدر يقول الكلام ده قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، بل من شدة الحرب قالوا إن من قال إن ابن تيمية أبا العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، من قال عنه شيخ الإسلام فهو كافر، وألف في ذلك العلماء الناصحون مؤلفا سماه الرد الوافر في الرد على من زعم أن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. شوف الحرب دي وصلت لوين، حرب ضروس شديدة، حاربوا مؤلفاته وحاربوه ومات في السجن رحمه الله، وحاربوا مؤلفاته حرب شديدة، وما وصل إلينا من مؤلفاته قليل جدا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك جعل الله عز وجل البركة العظيمة في جهود ومؤلفات هذا الإمام العلم رحمه الله رحمة واسعة، وأبقى الله عز وجل سيرته، مع أنه إنسان عالم، قال عنه ابن سيد الناس وده من العلماء الأفذاذ، قال لو حلفت بين الركن والمقام أن شيخ الإسلام ما رأيت مثله بل ما رأى هو مثل نفسه لما كنت حانثا، قال لو حلفت بين الركن والمقام والله ما رأى شيخ الإسلام مثل نفسه، قال لما كنت حانثا. وقالوا وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كأن الله جمع له علوم الأولين والآخرين في صعيد واحد فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، فكان آية رحمه الله، معجزة وكرامة رحمه الله رحمة واسعة في الاستذكار والعلم والفهم، لكن حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فحسدوه وحاربوه، لكن نحسبه أنه كان مخلصا بارك الله في دعوته. ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد إنما هي جزء يسير من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر إلى تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تأثير كبير، كم من العلماء ومن الناس ومن العوام استفاد ووحد وتاب من الشرك والضلال والبدع والطرق، وقد استفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم الاستفادة، فده فيه فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفضل الدعوة إلى الله بإخلاص، وأن الداعية لو أخلص فإن الله سبحانه وتعالى سيبقي دعوته، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الفوزان في إعانة المستفيد. وأدعو إلى الله لا أدعو إلى حزب ولا أدعو إلى جماعة ولا إلى طريقة، وإنما أدعو إلى الله عز وجل. ولذلك علامة التحزب كما قال السلف، قالوا علامة السن أنه إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، ما بيزعل لما نجيب موضوع الصحابة، أسيب للأسف واحدين الليلة تذكر له موضوع الصحابة تلقى بيتمحرك، يقول لك أسيب بعد شيء بخرن، أها معناه أنت فيك نفس. علامة السلف والأثري أنه لو ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، إذا ذكر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر التوحيد،
إذا ذكر القدر، إذا ذكر الاستواء والعلو والصفات والإثبات وإلى آخر من أبواب يعني العقيدة، فإنه لا يغضب بل يفرح بذلك. طيب، أدعو إلى الله على بصيرة، قيل معناه على يقين بدون شك، وقيل على حق لا أدعو إلى باطل، وقيل بعلم أدعو إلى الله بعلم أنا ومن اتبعني، وقيل طبعا قرأها بعض العلماء أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة، ومن اتبعه يتأسى به فيدعو إلى الله على بصيرة. وقل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه فيها تزكية لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالبصيرة. وسيأتي معنا أن هذه البصيرة من الفرائض في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان الواجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، لأن أخواننا الدعوة هي عبادة، فلا بد في كل عبادة من شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هذه بين الداعية وبين ربه عز وجل، والمتابعة أن يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن تكون دعوته بعلم لا بجهل، وأن يتعلم كل مسألة يريد الكلام عنها، لابد أن تكون شنو؟ بعلم. طيب، فيدعو إلى الله عز وجل بالحجة والدليل، ويدعو إلى الله عز وجل بالرحمة بالناس، ويدعو إلى الله عز وجل بالتواضع ولا يتكبر، لأنه قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، ودي كلها تدخل في البصيرة. وسبحان الله يعني أنزه الله عن الشرك وعما لا يليق به، وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه واليا وقاضيا وداعيا، وفيه كما قال الشيخ الفوزان إرسال الدعاة وإخراجهم ليبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من البصيرة ومن العلم. لكن ليس فيه دليل لجماعة التبليغ على هذا الخروج، لأنه قال على بصيرة يعني على علم، وجماعة التبليغ جماعة منحرفة مبتدعة ضالة، ما يجوز الإنسان يخرج معهم ولا يعاونهم في شيء، ولا أن يمدحهم أو يثني عليهم أو يماشيهم، لأنهم جماعة بدعة وضلالة خرافيين، وهم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله صوفية عصرية،
وهم يعني تألفت طريقتهم من أربع طرق: طريق الجشتية والسهرة وردية والنقشبندية والقادرية، ولهم ضريح في مقرهم هناك في الهند، وقد رأيناهم هنا في السودان في جبر عندهم مركز، ما عندهم عناية بالتوحيد، بل بيمشوا مساجد الصوفية يقعدوا فيها ويصلوا فيها، وديل ضيعوا يعني للناس عباداتهم، وغرروا هؤلاء الجهال المساكين وغشوهم. كان الواجب عليهم أن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد، فيغش المسلمين جماعة غش وكذب وخداع، وهم ذراع من أذرع الإخوان المسلمين جماعة ضلالة، وهم خوارج، ولكن يتظاهرون ويظهرون للناس أنهم أهل خشية وسمت ورحمة ورفق وتآلف وأخوة إلى آخر، ليخدعوا المساكين. وهم مخالفون لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فلا يدعون إلى التوحيد أبدا، ولا ينهون عن شرك ولا عن باطل أصلا، لا ينهون عن الزنا، ولا ينهون عن الربا، ولا ينهون عن بقية المنكرات. يقول لك بس تأمر الناس بالخير بس، لكن ما تنهاهم عن شيء. المهم قال: فليكن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة تكون كما قال الشيخ ابن عثيمين في المعرفة بحال المدعو كما في هذا الحديث، والمعرفة بالعلم الذي يدعى إليه الناس، وبطريقة إيصال الدعوة. كيف تدعو؟ لتتعلمه وتتعلم العلم، الكلام اللي بتقوله للناس، وتتعلم وتعلم حال الناس. فالناس يختلفون، فمن الناس من عنده علم، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فأهل الكتاب أهل علم، ربنا سماهم أهل ذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فربنا سماهم أهل ذكر، فكان عندهم علم، فإذا مشى إليهم الداعية من غير علم، وكيف يناظر من عنده علم ويجادل ويقنع، فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فأهل الكتاب لهم طريقة في الدعوة، وعموم المشركين لهم طريقة في الدعوة، والوثنيين والذين لا دين لهم ولم يسمعوا بكتاب ولا نبي لهم طريقة في الدعوة. عشان كده اختلفت الطرائق في مخاطبة المدعوين. فالإنسان الجاهل كما قال الشيخ ابن عثيمين يعلم، طريقته في الدعوة إنه يعلم، الجاهل يعلم أنه ما عنده حاجة وما معارض لك ولا متكبر ولا متجبر، وهو يريد منك الخير، فهذا تلقي إليه العلم لأنه ما عنده مانع من موانع العلم، فده تعلمه طوال، ده الجاهل. وفي واحد بتلقاه جاهل جهل مركب، وهذا تحل له الشبهة، لأنه الجاهل جهل مركب هو جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا تحل عنه الشبهة ويجادل بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، عشان كده قال: إلا الذين ظلموا منهم، دل عندهم طريقة براهم. فالعنده شبهة دا تعرف تجادله. في زول بتلقاه عنده شبهة لكن داير الحق، تلقى كثير، وجدناهم كثيرا، تلقاه زول داير الحق، انت ما تتغشى بطريقة كلام، ممكن تلقاه يجيك بشدة وبنبذ وكده، لكن هو صادق، صادق معتقد الشبهة دي، تحل له الشبهة تلقاه تاب ورجع.
فده انت تستحمله حتى ولو جاك بشنو بشبهة. فلا بد تشوف البصيرة دي مهمة كيف. بتلقى في واحد تاني مجرم ما بنبذك لكن زول بتاع شبهات وبجيب لك بأسلوب خبيث. ودي ذكرها العلماء في واحد في المجلد الثامن من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد القدر. واحد هو من أهل البدع لكن قام عمل فيها كافر، ولقى شيخ الإسلام ابن تيمية بيدرس فقام جاب له 7 أبيات في القدر بيعترض فيها على القدر، أبيات نهايتها بتنتهي بالتاء. فابن تيمية رحمه الله وكان ذكيا رحمه الله فطن له فأجابه في نفس المجلس. ذاك سأله سؤال بالشعر بسبع أبيات موجودة أو 8 أبيات، فابن تيمية أجابه في نفس المجلس طوالي مما سمعه طوالي أجابه ب128 بيت بنفس القافية حقته ذاته. الدالي وطوالي كاش زي ما قالوا الجماعة، رد عليه في محل. وهو كان شنو؟ هو كان من أهل البدع لكن عامل فيها لابس لباس شنو؟ لباس الكفار، عشان بعدينك ما يغلظ عليه في الرد. شوف الناس الخبيثين كيف. وده حاصل بتلقاه، وده غالبا بتلقاه موجود كثير في الجبهجية. يجي يعمل لك فوق إنه وقعت فيه الشبهة، يقول لك والله أنا بتكيف لكم شديد وكذا ومجرم. لكن يا أخي ما قالوا الحديث بتاع الأعمى، والله ده يا أخي وقع في قلبي وقع شديدة يا أخي، أنا ما عرفت أحله كيف يا أخي، شبهة كبيرة دي. عشان الناس التانين المساكين يقولوا أي والله دي شبهة كبيرة، وإنت ما عرفت الحديث يا دوب سمعته من الجبهة دي. فهو داير شنو؟ داير يرمي الشبهة في الناس، فإنت تميز شنو بين الناس، تقول له هذول ده بيتكلم عن دعاء الرجل الصالح، ده ما يعتبر من الشرك، ده توسل بدعاء الرجل الصالح ما فيه شيء. تبين لهم تقول له دي شبهة بسيطة ما فيها شيء. فتميز بين شنو؟ بين أفراد الناس. عشان كده بعض مرات بتلقى زول جاك بأسلوب براحة وكده أنت تغلظ عليه وترد عليه رد شديد. ده بالمناسبة من الدعوة ومن الفقه، لأنه بيستحق الأسلوب ده. فالداعية لو ما بيعرف يعني يفرق بين المدعوين والمخاطبين واستعمل وخلط الأساليب أفسد. فالزول الجاهل ما بتجيب له الشبهات وترد عليه. كذلك الغافل، إنسان تلقاه عارف الحق لكن غفل ووقع في الذنوب وكذا وكذا، ولذلك لم يعني يستجب إلى داعي الإيمان أو قصر في بعض الواجبات، فده هنا أنت ما بترد عليه زي رد المعرض أو تجي تقول له يا أخ تعالى البتاعة دي حكومة كده. هو عارف الحكم لكن يحتاج إلى موعظة وإلى يعني تذكير بالآخرة وبالله إلى آخر. الداعية الفهم الدعوة بيقدر شنو؟ بيقدر يدعو ويمشي الدعوة. أما زول اللي بيخلط الأمور أو يعامل الناس كلهم بأسلوب واحد ده يا أخواننا خطأ، وهذا يفسد أكثر مما يصلح. فكل إنسان يناسبه أسلوب، عشان كده ربنا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم وضع الشيء في موضعه وتعليم الناس ده للجاهل، والموعظة الحسنة ده للغافل. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ديل 3 أنواع من المخاطبين. اللي بتدعو اللي بتجادله بالتي هي أحسن ده الدائرة الحق، لكن شنو؟ لكن ما عارفه أو عنده شبهة لبست عليه، فده بتعلمه بالتي هي أحسن بالراحة، تكشف له شنو الشبهة شوية شوية. أما النوع الرابع دلل في الآية بتاع سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وربنا عشان كده قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. ده تغلظ عليه غلظة شديدة لأنه ده راس في الضلال وراس في البدع. كذلك قد يغلظ على إنسان من أهل الحق، يغلظ عليه وهو من أهل الحق ولا مبتدع ذاته،
ولا ضال، لكن لأن هذا الأسلوب يناسبه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما وجد صحابيا يلبس خاتما من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه ثم أخذ الخاتم فطرحه. ده شديد ولا ما شديد؟ شديد. جر منه الخاتم كده وجدعه في الأرض، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصحابي ده لا ضال لا مبتدع لا كذا لا معاند ولا أي حاجة. فقيل له بعد ذلك: خذه فانتفع به. قال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يعامل بشنو؟ بأسلوب معين. والنبي عليه الصلاة والسلام لو عاينت في الدعوة وفي الغزوات بل في حياته الشخصية في زواجه في كذا في كذا بتلقاه إنه ما بعامل الناس إنه واحد، ما يعامل الناس واحد. ولذلك الداعية إذا خلط هذه الأمور وقع في شنو؟ وقع في الإفساد. كذلك إذا لم يعرف الأولويات أو كان ضالا في نفسه فهو محتاج إلى دعوة. كيف يدعو الناس؟ يبدأ أول حاجة بالتوحيد، وده ما أمر فيه اجتهاد ولا فيه فلسفة، لأنه ربنا قال: أنا ومن اتبعني. فلا بد تبدأ بالتوحيد. والناس يقول لك أبدأ لهم شوية شوية، دي الشوية الأولى ذاتها. شفت الشوية الأولى؟ إنه تبدأ بالتوحيد، دي الفضية ذاتها تفضيها كده بالتوحيد. لكن يقول لك شوية شوية، يقصد بها تميع الدين، وإنه ما تبين للناس العقيدة الصحيحة. وما في إنسان أعلم بالدين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أرأف بالأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن أسلوبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أعلى أخلاقا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في. ومع ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد بالتفصيل، ونهيهم عن الشرك والكلام في طواغيتهم. لأن في ناس يقول لك: يا أخي والله لو جيت بالراحة بيقبلوا منك. هم موضوعهم ما له أسلوب، نازل موضوعهم شنو؟ الحق ذاته ما دارين، لأنه أنا خليني أنا ما عندي أسلوب وإلى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ هم ذاتهم قالوا عنه الصادق الأمين. رضوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوا الكعبة أن يضع هو الحجر الأسود، وكف الله به حربا كانت ستقوم في مكة. في السيرة الكلام ده صح ولا ما صح؟ فبيرضوا به. لكن لما دعاهم للتوحيد ونهاهم عن الشرك، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في 6 مواضع من السيرة إنه لما دعاهم للتوحيد ونهاهم عن الشرك استحسنوا ذلك منه وهموا بالدخول في دينه. فلما صرح بسب دينهم، السب عن الانتقاص، يعني إنه الدين بتاع الشرك ده باطل، وسب آلهتهم، حين ذلك بارزوه بالعداوة. ومعروف إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا ولا فحاشا، ولا قال لي واحد إلعن أبوك ولا كذا ولا كذا من اللعن، لا، وإنما قال: لا تنفع لا تضر لا تستحق العبادة، زي ما ربنا ذكر في القرآن. فبعد طوال شنو؟ بارزوا بالعداوة، عشان ما يغشك الشيطان أو واحد من جنود الشيطان يجي يقول لك: لا أنت ما عندك أسلوب، أنت كذا أنت كذا، أنت تختار العبارة الطيبة والأسلوب الطيب وتظهر لي الإنسان المستمع والمخاطب الشفقة وأنك تريد به الخير إلى آخر، لكن ما تكتم الحق، لا تكتم الحق. طيب، ولذلك قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليعرف من سيدعو. وأهل الكتاب هم أهل علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وسبحان الله اختيار الشيخ لهذا الحديث اختيار موفق، لأنه إذا كان أهل الكتاب أهل دين وأهل معرفة ويعرفون الله، ومع ذلك قال له ابدأ لهم بالتوحيد، هذا يدل على أن الإنسان قد يعرف الله لكن يحتاج إلى جنون لأن يعلم التوحيد. طيب، ولذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. ورواية أيضا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ورواية فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتفيد هذه الروايات والعبارات، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنما تتحقق بعبادة الله وتوحيد الله، وأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، وبالتوحيد في شهادة أن محمدا رسول الله، وأن أول ما يدعو إليه الداعية هو التوحيد، لأن ما بعده لا يقبل إلا به. قال فإنهم أطاعوك لذلك، وفي رواية فإذا عرفوا الله، مع أنهم كانوا يعرفون الله. إذن دلت هذه الرواية إلى أن الموحد هو الذي يعرف الله. أما الصورة اللي بجوالك في الحفلات وراء تحت البرعي والمكاشفي والكباشي والبدر ومين ومين ومين، يقول لك العارفون بالله ديل أجهل خلق الله بالله، لأنهم لو كانوا يعرفون الله لوحدوا الله. فالموحد هو الذي يعرف الله حقيقة. أما واحد يقول لك العارف بالله والإمام الحبر الفهامة والبحر العلامة والبحر المطمطم وشنو كده المجمجم، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، كبريت الأحمر والزيبق البنفسجي وشنو، كلام كثير يمدح فيهم، وزول أجهل من الجهل يسموا لك العارف بالله. وده إذا كان العارف بالله، الجاهل بالله يسوي شنو؟ طيب، ولذلك هذه الرواية تبين أن الموحد هو الذي عرف الله حقيقة، وهذا يبين أنه لا ينتقل إلى فرض إلا بعد تحقيق الفرض الذي قبله. ولذلك قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبعد التوحيد يدعى الناس إلى الصلاة، وللأسف نحن نحتاج إلى دعوة الناس إلى التوحيد، ونحتاج إلى دعوة الناس إلى الصلاة للأسف، لأنه كثير كثير جدا أغلبية ساحقة في المسلمين لا تصلي، دي مشكلة كبيرة يا أخوة. والصحابة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، قال فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكما قال عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عشان كده ربنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية التي قبلها فخلوا سبيله. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكل ذلك إذا صح التوحيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ستخسر كفة ميزانهم إذا لم يأتوا بالتوحيد يوم القيامة. فإذا كان الإنسان مشركا هذا ليس له عمل أصلا، فإن كان موحدا فبعد ذلك يؤتى بسائر الأعمال يعني في الحساب. ولذلك يجب على الإنسان أن يعتني بهذه الصلوات، وهي نور للعبد في الدنيا والآخرة، وهي سبب من أسباب الصبر على مصائب الدنيا
والثبات. ولذلك شرع للإنسان أن يصلي صلاة الخوف حتى في الجهاد. وهذا أيضا يبين أن الصلاة لا تترك في أي حال، على أي حال لا تترك إلا إذا غاب عقل الإنسان، لكن الصلاة ما تترك أبدا في كل الأحوال. خفف وترك كثير من أركانها وواجباتها في أحوال تقتضي ذلك، لكن لا تترك الصلاة بالكلية. فالإنسان لو لم يجد ولم يستطع أن يتطهر للصلاة صلى على هيئته التي عليها فيما يسميه العلماء بفاقد الطهورين، ما قدر يتطهر، أو وجد لكن ما وجد من يطهره، كان مريضا وخاف خروج الوقت، فإنه يصلي بما تيسر. إنسان في الجهاد يصلي وأمام العدو، فكيف الإنسان تلقاه قاعد يلعب بالموبايل أو يلعب في الكورة أو يفعل أو يفعل ويقوم يخلي الصلاة؟ هذا لا عذر له أبدا. طيب، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم، فهي لا تؤخذ من كل الناس وإنما من الأغنياء، فترد على فقرائهم. وهنا أخذ العلماء أن الزكاة تعطى أولا لأهل البلد، يعني أخذ من أغنياء بلد معين فترد في فقراء البلد المعين هذا، فإن اكتفى فقراء ذلك البلد انتقلت الزكاة إلى أقرب بلد يليه، وهكذا. وأخذ أيضا أهل العلم أنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد من أصنافها، لأنه الأصناف ثمانية، فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فقط. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. والكرائم هي النفائس، جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، سواء كان هذا المال مال عيني أو كان يعني زراعة أو كان من البهائم من بهيمة الأنعام. فلا يأخذ الإنسان يعني جاب الزكاة، الذي يأخذ الزكاة من الناس ما يأخذ سنو النفيسة والأغلى، وكذلك لا يأخذ يعني الرديئة، وإنما يأخذ الوسط، لأنه لو أخذ الكريمة هذا فيه ظلم لأصحاب المال، وإذا أخذ الرديئة فيها ظلم للفقراء، وإنما يأخذ من وسط المال. قال واتقي دعوة المظلوم. وهذا التحذير الشديد لمعاذ رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يقول له اتقي دعوة المظلوم. والمظلوم بالكلمة، أو مظلوم بأخذ ماله أو بقتله أو بأي نوع من أنواع الظلم يدخل في هذا الحديث. ودعوة المظلوم مستجابة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووقفنا قبل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي هو في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع،
فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر استعصت عليه أياما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك مبشرا لهم وواعدا لهم بأن الفتح قريب، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذا الوصف العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الجملة الثانية سبب للجملة الأولى، لأنه قال: يحب الله ورسوله، يعني هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالجملة الأولى أنه يحب الله ورسوله سبب للجملة الثانية أن يحب الله ورسوله هذا العبد. فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون صادقا في حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك، فهذا مقام عظيم، أن تحب الله وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صدقت في ذلك جازاك الله بأن يجعلك ممن يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة المحبة الصادقة الاتباع، فإن الإنسان ما دام متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علامة محبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم، الجملة جاءت شرطية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأعظم شيء في الاتباع أن يبدأ الإنسان بما فرض الله عليه، كما أخبر الرب سبحانه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بحب الفرائض أكثر من النوافل، إنه العبد يتقرب بها. يعني لو تضايق الأمر بين أن تفعل الفريضة أو أن تفعل النافلة فإنه يجب عليك أن تقدم الفريضة، وأن تعلم أن الله يحب الفريضة أكثر من النافلة. مش معناه الله ما بحب النافلة، لا، لكن ربنا عز وجل يحب الفريضة ولذلك فرضها على الناس. فالصلوات الخمس أحب إلى الله عز وجل من قيام الليل، وأحب إلى الله عز وجل من السنن الرواتب، وأحب إلى الله عز وجل من صلاة الضحى إلى آخر. ورمضان أحب إلى الله عز وجل من صيام الست من شوال، وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من صيام يوم عاشوراء، وأحب إلى الله عز وجل من صيام يوم عرفة. وإن لم يكن هناك تعارض، ما في تعارض بين أن الزول يصلي الصلوات الخمس ويصلي النوافل من السنن الرواتب ومن قيام الليل ومن صلاة التراويح في رمضان إلى آخر، ما في تعارض. وما في تعارض بين أنه الإنسان يصوم رمضان وأنه يحرص على صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض من كل شهر، وأن يصوم عرفة وعاشوراء إلى آخر، ما في تعارض. ولا تعارض بين أن يخرج الإنسان الزكاة وأن
يتطوع بالصدقة، ما في تعارض، لكن الفريضة أحب إلى الله من شنو يا أخوانا؟ من النافلة. فيحرص الإنسان على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الفرائض والبعد عن المحرمات، وأعظم الفرائض التوحيد، أعظم الفرائض، أعظم ما أوجب الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله عز وجل يحب ذلك أعظم من بقية الأعمال. ولذلك كان التوحيد هو رأس الأمر ورأس الأعمال، مع أنه شرط في جميع الأعمال وفي بقية الأعمال. فدليل حسن الاتباع أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ما جاء به وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأخبر بأنه سيفتح على يديه وأنه سيكون فتح غدا، وهي بشارة الفتح. فالصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بالرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أكثر من انشغالهم ببشارة الفتح، لأن الصحابة يحبون الآخرة أكثر من حبهم للدنيا. فكل واحد منهم يسعى ويطلب أن يكون ممن يحبه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، مش عشان إنه الفتح، لا، عشان إنه الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى يحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وفيه إثبات صفة المحبة لله، فإن الله عز وجل يحب من عباده من شاء ممن اتصف بالصفات التي توجب محبة الله لهذا العبد. فربنا سبحانه وتعالى يحب، وهذا ضل فيه أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، قالوا لأن في إثبات المحبة نقص لله عز وجل، وذلك لأنهم قاسوا الرب بالعباد، فمحبة الله عز وجل ليست كمحبة العباد. فالله يحب من شاء من خلقه ويحب أعمالا ويحب أشياء ليس كحب العبد، لأن الخالق ليس كالمخلوق لا في ذاته ولا في صفاته. ولذلك هم أدخلوا عقولهم الكاسدة الفاسدة الضالة المنحرفة وأهواءهم الباطلة، فحرفوا معنى هذا الحديث وأمثاله، فقالوا إن المحبة كناية عن الرضا، وهذا تحريف لمعنى اللفظ. والصحيح إثبات هذه المحبة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأن فيها شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى قال عمر كما أخرج الإمام مسلم ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما من أجل الإمارة ولكن من أجل شنو؟ من أجل هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل عظيم على محبة الصحابة رضي الله عنهم لله ومحبتهم لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ولذلك كان حب الصحابة علامة الإيمان، وبغض الصحابة علامة النفاق. الذي يحب الصحابة هذا دليل على أنه مؤمن، لأنه صدق الله في القرآن، أن ربنا أثنى عليهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك من الآيات. والذي يبغضهم ففيه شيء من النفاق، لأنه لم يصدق بخبر الله سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البخاري في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة النفاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، وكان رضي الله عنه مصابا بالرمد، وتخلف وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه يعني حركه دافع الإيمان، فلم يرضى لنفسه أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه معذور. ربنا قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فربنا عذره من أهل الأعذار، ومع ذلك لم يرضى لنفسه أن يكون من المخلفين، فخرج رضي الله عنه. فلما كانت هذه الليلة التي هي كانت ليلة فتح خيبر، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بعلي رضي الله عنه، فقيل: هو يشتكي عينيه أو عينه؟ قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بصاقه ومن فصل عنه فيه بركة، نخامته وبصاقه وعرقه وشعره عليه الصلاة والسلام هذا فيه البركة، وكذلك البقية من الماء أو الطعام أو اللبن أو شيء تناوله، فإن باقي وفضلة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، وكان الصحابة يتبركون بها، فكانوا يتبركون ويتداوون بذلك. فإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على الوضوء، وإذا قال عند أحدهم نام القيلولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق ونزل منه العرق الكثير عليه الصلاة والسلام، أخذوا هذا العرق ووضعوه في شيء يتبركون به. ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في منن، أخذه الصحابة رضي الله عنهم وفرقه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، فلا يدخل غيره في هذا الفضل، ولذلك لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالعباس ولا بغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبركوا بغيره عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنهم يعلمون أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي من هو على أقل أحواله ليس من الصحابة ولا من العلماء ولا من الفضلاء، فيتبرك الناس به كما يحصل الآن في سوداننا وفي غير سوداننا،
في مصر، تمشي في المغرب، تمشي في السنغال، فضلا عن إيران وبلاد الشيعة، أغلب بلاد المسلمين تلقاهم بيتبركوا بمن يسمون زورا وبهتانا بالأولياء. جايبين واحد تبع أحمد التياني، الجماعة شايلين النعلات حقته، نعال، قالوا هذه نعال أحمد التياني، والزول بيمسحوا بها زي الصابونة والليفة، يدرشوك بالنعال بتاعت أحمد التياني. ومن يهن الله فما له من مكرم. وعندهم واحد بيقول لهم اللهم ببركة شيخنا أحمد التياني، يعني أعطي كل إنسان سؤله وكل من أوصانا أو استوصانا. وبيجاي في قبر أحمد البدوي في مصر، عرفته، برضو يتبرك بأشياء الخاصة الداخلية ذات، يتبركوا بها، معلقين السروال فوق يتبركوا بها. ده خليك من ناس الخميني الكفار ذلك. وبيجاي تجي تلقى قبر عبد المحمود نور الدايم، جماعة يشيلوا مويته. بل من الجهال، من الصبية والفتيات الصغار في الشمالية في العفار، برضو ظهرت بيت شربوا الناس الموية حقتها. وين وين وين؟ وده كله يا أخواننا من الوثنية، ما من الإسلام في شيء. الذي ثبت أن فضله فيه البركة فقط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ده خاص بالأنبياء. أما غير الأنبياء لا يتبرك وليس فيهم بركة. ولذلك العلماء قالوا، وهذا سيأتينا في باب التبرك، أنه ليتبرك بالشيء لا بد من ثبوت أن في هذا الشيء بركة، وأن يثبت الدليل بأنه يتبرك به، وأن يتبرك به على الوجه الذي دل عليه الدليل. أما إنسان يمشي يتبرك بمزاجه، ده ما في الدين، الدين ما فوضى. ولذلك الإنسان إذا رأى حال ما يفعله الصوفية اليوم، علم يعني البعد عن الدين والبعد عن العقيدة الصحيحة، وعلم الضلال الذي يوقعه أو الذي يوقع الصوفية الناس فيه. فدي مشكلة كبيرة، إنه الإنسان يمشي يخلي الأدلة الواضحة والظاهرة للإنسان الموفق والذي عنده بصيرة، ويمشي يعني يتبع هؤلاء الطواغيت والمجرمين الذين يخدعون المساكين ويغشونهم. والناس شافت كثير، شيوخ، واحد يمشي يستحمى يجيبوا باقيه في طشت، الجماعة يشربوا، بعد شيء بطنه تتنفخ، هذا ده وسخ، ده تتبرك به كيف يعني؟ ده زول وسخ، زول عفن. وجاء في كتاب جامع كرامات الأولياء، ده كتاب ما منتشر، اسمه جامع كرامات الأولياء للنبهاني، وهجد النبهاني بتاع حزب التحرير، ذرية بعضها من بعض. ده جايب كرامات صوفية، قال ومن كرامات الشيخ، وكلام يعني يخليك انت ذات بطنك تطم. قال انه في واحد يتكلم في الشيخ، مش يتكلم، اعتقد، قال مر عليه شيخين من الصوفية وعليهم الثياب الرثة، طبعا بيعتقدوا انه ده من التقرب الى الله، تبقى وسخان، وده من التقرب لإبليس ما من التقرب الى الله. المهم قال فوقع في نفسي رجل أنه كيف يكون هذا من أولياء الله وهو بهذه الصفة وسخان. قال فذهب البسمو ولي فتغوط. قال فذهب ذاك الرجل وقام عليه الحال، فذهب يأكل من الغائط. قال والناس يمسكون به. قال وهو يقول لهم إنه يجد أن هذا الشيء كالعسل. والله كتاب جامع كرامات الأولياء من مجلدين أنا موجود عندي، وفيه أشياء أنت لو بقيت أكبر صعلوك على مستوى السودان ما بتقدر تقرأ، أسوأ من الموجود في طبقات الشعراني بالمناسبة، كلام سيء جدا. فده قال ده التبرك،
كله من الكذب والضلال وتضليل الناس. فالذي يتبرك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من البشر، أما غيره من البشر فلا يتبرك به. وكذلك قال العلماء في هذه المسألة أنه لم يبق شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبرك الناس به، ما في، لا في شعره ولا في بقية وضوء ولا شيء مما انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم من عرق أو غيره، ما بقي شيء يتبرك به. والذي يقول إن هذه الشعرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الماء للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي فيه بإسناد صحيح، وما بيقدر يجيبه، جيب لنا إسناد صحيح إنه دي شعرة، هذه الشعرة من ضمن الشعرة الذي وزعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه فلان من الصحابة وأعطاه لفلان 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 لحد ما وصلتنا الليلة، ما بيقدر يجيب. أما كون الشعرة تبقى طويلة ده ما دليل إنها حقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره إلى شحمة أذنه أو إلى عاتقه، يسمى باللمة وبالجمة. أما الطويلة هذه ليست من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي تشوف قطعتها من ضنبيات حصان، تمشي تغش بها الناس، ودي جايبنا ناس الجفري ومعهم سرورية عاملين لهم مشروع كان دارين يرجعوا فيه الشرك بالله، جايب لهم شعرة طويلة جدا وقالوا دي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فده الناس كذابين ومجرمين. والجفري جايبينه بيتبرك ببزاغ الشيخ، عنده شيخ عفن يتبركوا به، وشيخه كذاب قال انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيتصل عليه، والله يد. وبرضه ذاك اسمه منو؟ مين كده؟ الشنقيطي ذاك اسمه منو؟ الددو. برضه جاء فتح باب العربية حق شيخه راكب قدام ذاك بزغله في يده، شغل بتاع عفانة وساخة ما عنده أي علاقة بالتبرك. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه ومن معجزاته. قال فبصق في عينيه ودعا له، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الدواء الحسي وهو البصاق في عينيه وبين الرقية حيث دعا له. والإنسان يشرع له أنه إذا أصابه مرض كالحمى أو الملاريا أو غيرها من الأمراض الحسية يشرع له أن يتداوى، ثم يشرع له أن يستعمل الرقية، والرقية هي الدعاء، يعني حتى لو ما قريت قرآن لكن دعيت ربنا سبحانه وتعالى هذه هي شنو؟ هي الرقية. قال فبرأ يعني تعوفي أو عوفي من هذا المرض كأن لم يكن به وجع، فما اشتكى من عينه بعد ذلك أبدا. وجاء في بعض الروايات أنه لم يكن يدري أي عينيه كان بها الوجع رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الإيمان بالقدر، في هذه الواقعة وهذا الحدث الإيمان بالقدر، حيث إن عليا رضي الله عنه لم يسعى إلى هذه الفضيلة ولكن الله كتبها له، وأن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من سعى لها وحرص عليها ولم يعطاها، فهذا فيه الإيمان بالقدر. والإنسان لو آمن بالقدر فإنه يبعد من الحسد. الصحابة رضي الله عنهم بعد ذاك ما حقدوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم يؤمنون أن هذا بتقدير الله عز وجل وأن الله يصطفي من يشاء. ولذلك عمر رضي الله عنه تأخر إسلامه عن كثير من الصحابة، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه وجعله في الإسلام في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الذهبي في السير أبا بكر وعمر فقال هذان من الإسلام بمنزلة السمع والبصر، وهذان سيدا
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. فوصل عمر رضي الله عنه إلى هذه المنزلة لأن الله عز وجل اصطفاه ورفعه وقدر له ذلك. فالأمر بيد الله، يدعو الإنسان إلى عدم الحسد. ولذلك المسلم الموفق والمسلمة الموفقة تدعو الله عز وجل وتستعين بالله على أن يذهب الحسد من القلوب، لأن الحسد فيه اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الحاسد يقول بلسان حاله أو قاله: لماذا تعطي هذا الإنسان هذا الشيء؟ والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فده يفيد الإنسان يا أخواننا أنه ما يحسد الناس، ولكن يجوز له أن يدعو الله فيقول: يا رب ارزقني حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارفعني عندك المنازل العالية والدرجات الرفيعة، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين شنو؟ إمام. فتدعو الله وتعمل بالأسباب، لكن أبعد عن الحسد. طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وقلنا إن الدعوة إلى الله هي عبادة لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، تكون الدعوة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت هذا الميزان عرفت انحراف كثير من الجماعات وغش كثير من الجماعات للمسلمين، إما أنها لا تدعو إلى الله، تدعو إلى المناصب، تدعو إلى السياسة، وتدعو إلى نفسها ليكون عندها أتباع كثر إلى آخر، أو تدعو إلى مناهج باطلة، دي برضو لا تدعو إلى الله، لأن المنهج الباطل ده ما بوصلك لله، وإنما توصلك إلى طرق الشيطان والضلالة، لأن ربنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أو قد يكون إنسان يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الخير، لكن عنده حظ من حظوظ نفسه، كأن تكون له مكانة في الدنيا، أو أنه وجد أن هذا هو الموضوع الذي موضوع الساحة الأيام، وأن الناس الآن يجلسون إلى من يتكلم في توحيد العبادة وكذا، يقول أيوه بعدها نحن نشتغل توحيد، زي ما في دعاة من دعاة الحزبين الأيام دي 30 سنة في مسجده، لو أنت تكلمت في التوحيد برد عليك يا دوب نفض كتاب التوحيد، 30 سنة ما تكلم في التوحيد. لو أنت تكلمت في التصوف بيرد عليك ما بخليك ابدا، يا دوب قال بدا اشترى لنا نظاره جديده، يا دوب قال بقى يفتش كتاب التوحيد بيوت. ونسال الله انه يهديه بعد ده كله، وانه يرجع ويحسن يعني في دعوته وفي امره. الثالثه ان البصيره من الفرائض، لانه قال على بصيره، وده فيه انه البصيره حقته متاكد منها ما شاك فيها، علم ده علم شنو؟ علم متأكد منه. وده فيه إنه الإنسان إذا تعلم شيئا أو تعلم علما لابد أن يعرفه يعني بدليله، وأن البصيرة يدخل فيها تعلم المسائل الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. كذلك يعرف الإنسان ويتعلم طريقة إيصال هذه الدعوة، وأن يعرف حال هؤلاء المدعوين، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لأنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، و
سبحان الله. إذن من أدلة حسن التوحيد أن فيه التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذي يشرك بالله قد أساء الظن بالله، لأنه أنت ما بتخلي ربك وتمشي لغيره إلا لأنه اعتقدت في ربك النقص، واعتقدت أنه إما أن يكون ربك غير جواد وكريم، أو أنه بخيل، أو أنه فقير ليس عنده شيء فيعطي، أو أنه بخيل لا يعطي عباده، ولذلك ذهبت إلى غيره من هؤلاء الخلق، أو اعتقدت أن الله كريم وأن الله غني، لكن هؤلاء الأولياء أسرع إجابة لدعائي من الله، وأصل ما بتلقى اللي بيمشي لغير الله بيمرق من دين أبدا، وهذا كله من المسبة لله سبحانه وتعالى. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، لأنه قال وما أنا من المشركين، يعني أعمالهم أنا بعيد منه، وهم ذاتهم أنا بعيد منه، لئلا يقع في الشرك بالله. السابعة كون التوحيد أول واجب، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر أن يوحدوا الله، أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن الصلاة لن تصح إلا إذا صح التوحيد. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الحديث له روايات، منها تلك الرواية والسنة يفسر بعضها بعضا، فالرواية فسرت شنو؟ رواية أن يوحد الله فسرت معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، فما كون الإنسان يقول لك أنا عرفت معنى هذا يكفي، لابد فيها من العمل. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، والتدريج أن تبدأ بالأهم، ما لا يصلح الدين إلا به وهو التوحيد، ثم الصلاة، ثم بقية الأركان، وتبدأ بالأركان قبل المستحبات، وكذلك تبدأ بما يصح به عمل الإنسان قبل ما يعني يكون فيه الفضائل إلى آخر، وما يحتاج إليه الإنسان في نفسه قبل ما تحتاج إليه أمته، وهو ما يعرف بالواجب العيني قبل الواجب الكفائي. وفيه البداءة بالأهم فالأهم. والثالثة عشرة مصرف الزكاة، وهي ليس المقصود أن المصرف واحد، وإنما يعني كأنه هو أهم المصارف، وهو أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. قال فيه كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الزكاة إنما تجب في أموال الناس من المتوسطة، وأن يتقي الإنسان كرائم الأموال، فإن في ذلك ظلم للأغنياء، ويوجب ذلك أن يدعو عليك أصحاب الزكاة فيقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الدعاء، وتكون قد وقعت في المحذور. المهم أن العالم يكشف الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال في الزكاة، وهذا معروف، ما يجوز للإنسان الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ النفائس ولا أن يأخذ الرديء، وإنما يأخذ المتوسط. السابعة أو السادسة عشرة اتقاء
دعوة المظلوم، والسابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه التعب وحاصروا الحصن أياما فاستعصى عليهم، وجرى على سادات الأولياء من المشقة والمرض، فعلي رضي الله عنه وهو سيد من سادات هذه الأمة يصاب بالرمد في عينيه ويشتكي عينيه، وهم أولياء ولا يستطيع أحد منهم أن يرفع عن نفسه إلا أن يفعل السبب فيرفع الله ويشفي الله. فإذا كان ذلك كذلك فكيف يذهب الإنسان إلى مخلوق مثله وقد يكون ميتا فيطلب منه الشفاء ويطلب منه الولد ويطلب منه المطر ويطلب منه الرزق ويطلب منه الشفاء والعافية؟ كل هذا من الشرك والكفر بالله. فهم فقراء لا يتصرف أحدهم في شيء من كون الله عز وجل. التاسعة عشرة لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، والعلم المقصود به الأمر الحسي الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا، ده علم من أعلام النبوة، يفتح الله على يديه، علم من أعلام النبوة، يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، علم من أعلام النبوة، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيموت على ذلك، علم من أعلام النبوة. وفيه فضيلة علي رضي الله عنه، وقد ضل في شأنه رضي الله عنه طائفتان. الطائفة الأولى من تنقصته من النواصب وسبته، هذه طائفة ضالة، والطائفة الأخرى وهي التي غلت فيه حتى عبدته وهي طائفة الرافضة. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح يعني طلبهم لأن يحبهم الله وأن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، وهذا يقطع الحسد. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، فيجب على الإنسان المسلم أن يتأدب في جميع أحواله. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وده يوريك إنه الشيء اللي بتعمله الجماعات دي، حماس، داعش، النصرة، مين كلهم على ضلال. هل دعوا الناس إلى التوحيد؟ حصل يوم واحد شرحوا للناس التوحيد، هم ذاتهم بتلقاهم دارين دعوة للتوحيد، تلقى فيهم الصوفي، تلقى فيهم اللي بيدعوا القبور واللي بيقول يا مدد، ويمشوا للشيعة لقبورهم، وبعد ده دارين ينتصروا، فضلا عن أن يدعو الناس إلى الإسلام قبل القتال. يعني لو قال له شهادة أن لا إله إلا الله معناه شنو؟ نحن اليهود نشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، إحنا ذاتنا بندعو للتوحيد، توحيد ده شنو؟ شهادة دي شنو؟ إحنا ما متفقين معك، إحنا خلافنا معك في شهادة أن محمد رسول الله، ما بيقدر يقنعهم. عشان كده النازل هم أصل الناس زارعينهم الكفار، وقد يكون معهم مخدوعون يشوه بهم الكفار صورة الإسلام، يحاولون ذلك، لأنه أنت الليلة مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي الجهاد. الناس اللي بتدعوهم ذاتهم يجب أن تدعوهم إلى الإسلام وأن تبين لهم الإسلام. الليلة في بلاد المسلمين الكفار موجودين يدعو المسلمين إلى الكفر بالله. أمس أنا بشاهد لي مقطع لواحد قبطي مصري مجرم، العماد دي مقاطع منتشرة،
وهو يطعن في القرآن ويدعو المسلمين إلى الكفر بالله وفي شاشات المسلمين. أنت جوا ما اشتغلت كويس لا تمشي تشتغل برا. عشان كده حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة الإسلام إنه النبي عليه الصلاة والسلام وربنا ما أذن للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لحد ما تمكن التوحيد في قلوبهم هم، لأنه أنت ما اتصفت بشيء دار تدعو الناس له كيف، ما تحققت بالإسلام والتوحيد دار تدعو الناس له، تدعو له الناس كيف. فأول حاجة حققوا الإسلام وعبدوا الله ووحدوا الله، بعد ذاك نزلت الشرائع قبلوها ودعوهم للجهاد فأجابوا. أما الشغل اللي بيعملوا ده شغل بتاع لعب ساكت، خليك من المفاسد اللي فيه، يكتلوا 30,000 مسلم يموتوا، دماء المسلمين تكون رخيصة وهينة ويسموا ده جهاد، ده لعب، ده شغل بتاع لعب، ده ما عنده أي علاقة بالجهاد. المهم أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل الجهاد. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يعني لو في ناس قبل كده دعوهم إلى الإسلام الحق والتوحيد الحق وبيّنوا لهم، دي هنا بجوز شنو؟ مقاتلة من غير دعوة، لكن ديل الآن ما دعوا، الاثنين ما حققوه. السابعة والعشرون الدعوة إلى الله بالحكمة لقولهم أخبرهم بما يجب عليه، لأنه أولا الإنسان يبين للناس ما يجب عليهم ويبين لهم ذلك بمحبة الخير لهم وبالرحمة وبالحكمة، ثم إذا رفضوا قوتلوا بعد المراحل المعروفة، خاصة أهل الكتاب تدعوهم للإسلام بالتفصيل والبيان والحكمة والرحمة والمجادلة و إقامة الحجة والأدلة. فإن أبوا فإنهم يدعون إلى الجزية، فإن أبوا يستعان الله سبحانه وتعالى على قتاله. هذه هي مراحل الدعوة. أما الشغل الهبتلية ساي ما ممكن الإسلام يكون همجي أبدا، ولا ممكن الإسلام يكون فوضوي، ولا يمكن الإسلام يكون يقاتل الناس، لأن الجهاد كله وسيلة لحماية التوحيد وحماية الدعوة، فيدعى الناس إلى التوحيد. فإذا رفض إنسان التوحيد ووقف في طريق الدعوة فإنه يقاتل. فإذا القتال والجهاد ما هو مطلوب لذاته، وإنما مطلوب لحماية شنو؟ الدين والدعوة. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام، لأن الإنسان إذا وحد الله عز وجل فإن لله عز وجل بعد إقراره لله بالتوحيد حق، وهو بقية شرائع الإسلام من أداء واجباته وترك محرماته. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وأنه خير له من كنوز الدنيا. الثلاثون مشروعية الحلف على الفتيا، ومسائل المسائل التي يريدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي في نفسها مهمة وفيها يعني عبر وفوائد وإفادة جميلة، وكذلك تدل على فقه هذا الإمام ودقة وعمق علمه رحمه الله. نقف في هذا الباب ونواصل في الباب الذي يليه إن شاء الله في يوم الأربعاء، باب تفسير التوحيد.